النهاردة صحينا من النوم كده لقينا أخبار مزعجة وأخبار تستحق إن احنا نتوقف عندها. النهاردة صحي سكان العجوزة على حادثة كبيرة. مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن الجيزة أكد إنه الأجهزة الأمنية في المديرية نجحت في تحديد مين هم اللي نفذوا حادثة العجوزة، الهجوم اللي حصل النهاردة الصبح بدري جدا في ملهى الصياد بالعجوزة. هم أشعلوا النار فيه وألقوا إزازات المولوتوف، وده لغاية دلوقتي أسفر عن مقتل 16 شخص بالإضافة لعدد من المصابين، جميعهم طبعا من ضحايا هذا الحادث اللي حضراتكم شايفين الفيديو ليه دلوقتي. المصدر قال إنه المتهمين هم شخصين من منطقة إمبابة كانوا جايين يسهروا في الملهى الليلي، لكن المسؤولين في الملهى رفضوا دخولهم للسهر في هذا الملهى، وده طبعا خلى فيه مشكلة ومشاجرة بين الطرفين، روحوا المتهمين دول روحوا ورجعوا مرة تانية، ولكن كان معاهم بقى يعني إزازات المولوتوف، وقرروا أنهم ينتقموا من المسؤولين في الملهى الليلي اللي رفضوا أنهم يدخلوا. استعانوا بدراجة بخارية وألقوا زجاجات المولوتوف على الملهى وجريوا. أنا مش مصدقة أن أنا بقول الخبر ده. عمارة عادية جداً ساكن فيها سكان يعني ما عندهمش مشاكل وعايشين، هيصحوا من النوم يقوموا على يوم جديد. الملهى الليلي ده تحت العمارة، يصحوا يسمعوا أصوات انفجارات وحاجات غريبة ومولوتوف وحرب عصابات وضرب نار وتبادل إطلاق النار. فجأة كده يصحوا من النوم على تبادل إطلاق نار وحروب عصابات وإزازات مولوتوف بتترمي على المكان. مش عارفة إحنا عايشين فين؟ هل إحنا عايشين في مصر ولا إحنا عايشين في شيكاغو؟ إحنا يعني طب لو إحنا بنعمل كده، طب إحنا سيبنا إيه لداعش؟ أنا مش عارفة بصراحة. طيب إحنا معانا على تليفون أحد سكان المنطقة، دكتور عصام الطوخي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، احكي لي إيه اللي حصل. اهلا وسهلا استاذة انجي. هو اللي حصل الحقيقه بدايته مش المأساة بتاعت النهارده الصبح. اللي حصل دي بدايته بقى لها عده سنوات. هذا المكان بدا وانتشر منه اماكن اخرى في نفس المنطقه. بتبدا من 10 11 مساء، تستمر لحد 6 7 صباح كل يوم. فتيات وخمور وقوادين ومخدرات، وانا اسف على هذه الالفاظ. وطبعا يعني بما ان الامر بيتطور، تبدا عربيات التاكسي والعربيات تركن جنب المكان ابتداء من 2 3 الصبح، لدرجه انها بتبقى قافله شارع النيل اللي هو الشارع الرئيسي في محافظه الجيزه بالكامل. تطور عن كده ان بقى في موقف مخصوص، سور مستشفى العجوزه اللي هو بجوار المنطقه على طول، بقى موقف سيارات تاكسي كل شغلتها انها بتوصل وبتجيب ما يدور من هذه المهنه اللي بتستغل هذا المكان. فالامر ما كانش محتاج لاي ذكاء ان احنا نعرف ان ده هيوصل لكارثه. حي العجوزه على بعد خطوات يا فندم، حي العجوزه على الناصيه عند مسرح البالون، معرفش كان فين الحي. أنا مش عارف هل دور مدير الأمن إنه يهرع لمكان الحادث وبعد ما يحصل الحادث يدور وإن شاء الله يلاقي المتسببين فين الإجراءات الوقائية؟ فين الحس الأمني يا فندم؟ فين إن أنا أشوف إن في مقدمات هتؤدي إلى كارثة؟ إيه المقدمات اللي حضرتك كنت شايف إنها ستؤدي بالتأكيد لكارثة؟ مخدرات، خمور، دعارة، بلطجية، قوادين. ده موجود كده يعني في الشارع؟ عادي كده في الشارع للناس السكان شايفين ده عادي و سنوات يعني سنوات جزء من حياتكم اليوميه. تتوقف تنزل فتيات بملابس غريبه، تدخل تخرج تاني، سكارى، مشاجرات بتحصل كل عده ايام. طب هل حضراتكم قبل كده توجهتوا للشرطه؟ هل بلغتوا الشرطه قبل كده؟ العديد من الناس توجهوا، العديد من الناس اشتكوا، وهم بيردوا اني معانا اني معاهم ترخيص. انا عايز اقول لحضرتك ان مرسي كان معاه شرعيه برضو. يبقى ايوه معاهم ترخيص بايه بالظبط؟ اكيد بالملهى الليلي، اكيد بتحريم أيوة. الخمور. هل الترخيص بالمخدرات؟ اكيد انتم ما بلغتوا على المخدرات والدعاره. هل معاهم ترخيص بالمخدرات والدعاره؟ اكيد لا يا فندم، اكيد.
فندم عندما ننتظر لغاية ما المصيبة تحصل وبعدين السادة المسؤولين يبدأوا يتحركوا في أكتر من 10 أماكن على هذا المنوال. طبعا لأن المنوال ده كان ناجح وأكيد كان بيدخل مبالغ طائلة. الناحية التانية في 3-4 عوامات لغاية ميدان الكتكات لغاية ميدان السفنكس. هذه المنطقة أصبح فيها على غرار هذا الملهى حوالي 10 ملاهي ليلية بنفس الطريقة، ومش محتاج أي ذكاء إن حد ينزل الساعة 11-12 بالليل من المسؤولين ويتفرج اللي بيحصل لغاية 6-7 الصبح في الشارع الرئيسي في الجيزة، كورنيش الجيزة. طيب إيه اللي حصل بقى امبارح أو النهاردة الصبح بدري بالتحديد؟ الحقيقة أغلب الناس كانت نايمة صحينا على أصوات وانفجارات وزعيق والدخان طالع، والناس بتحاول تطفي الأول الناس بالمجهود لغاية ما السيارات الإسعاف وصلت بعد، وسيارات النجدة وصلت الإسعاف، يمكن وصلت الأول كمان النجدة والمطافي وصلت بعد كل حاجة انتهت. والفيديوهات أعتقد أنها منتشرة وحضرتك بتعرضيها أهو، يعني طول ما حضرتك الفيديو ده بادئ لسه مفيش مطافي وصلت. إحنا لا شوارع ضيقة ولا المطافي معرفتش تدخل، الناس مجوش غير بعد ما كان المكان اتحرق والناس اللي جوه للأسف قتلوا، واللي عمل كده كان هرب. هل كان في اي شهود عيان حضرتك مثلا اتكلمت معاهم؟ هل عارف اي معلومه مهمه تحب نتوقف عندها مع حضرتك؟ حتى حراس العقارات كانوا نايمين طبعا، ومحدش كان بيحب يروح هناك ولا يتعامل مع هناك. حضرتك مش متخيله شكل البلطجيه والبودي جاردز زي ما بيسموهم والقوادين بيبقوا واقفين وعاملين ايه، وسواقين التاكسي اللي واقفين قدام الملهى علشان الزوار والدخين. طب هل توجهتوا قبل كده للحي؟ هل عملتوا شكاوى في الحي؟ هل يعني قلت لهم ازاي تدوهم ترخيص؟ ايه اللي بيحصل؟ طب الترخيص عن ايه بالظبط؟ ده بيحصل كذا وكذا كمان. هل حصل اي توجه من حضراتكم للحي؟ عدة مرات يا فندم، يعني الشرطه مرات. والحي رحتوا للبوليس ورحتوا للحي بالظبط. وصدقيني حضرتك الامر مش محتاج ده، الحي لو يعني الحي على بعد خطوات. سيد مدير الأمن بدل ما كان يهرع لمكان الحادث كان من الأول وهو معدي، أو الدوريات بتقوله أن كل يوم في هذا المكان بقالهم 3-4 سنين هذا الموقف بيتكرر، والمشاجرات شبه يومية. طيب شكرا جزيلا لحضرتك. يعني هو ساكن من سكان المنطقة بيقول ان الموضوع مش وليد اللحظة، مش موضوع خناقة الفجر بتاعت النهاردة دي، لا ده الموضوع من قبل كده بكتير، ورثات غير المشروعة موجودة بقالها فترة طويلة، وانهم توجهوا للشرطة وتوجهوا للحي، وانه الحي مش بعيد يعني قريب جدا من مكان الحادث، وانه يعني كان المفروض انهم يتوقعوا انه هيحصل حاجه زي دي، لانه كانت كل الممارسات وكل ما يحدث على الارض بيقول ان حاجه زي دي ممكن تحصل جدا. احنا طبعا هنحاول نتواصل مع الحي ومع الامن علشان نعرف ايه حقيقه ما حدث، وعشان نعرف يعني وسط هذا المكان السكاني الاهل بالسكان ازاي يبقى في ترخيص لحاجه زي كده، ولو الترخيص مشروع لحاجه زي كده. طب لما هم خرجوا عن اطار المشروع لممارسات غير مشروعه، فين بقى المسؤولين؟ فين الشرطه وفين الحي؟